مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم. نريد اليوم أن نرى معا أشياء قالها الشيخ المشهور عثمان الخميس ونعلق عليها. سوف نبدأ بأول مقطع. والمعروف أن الذي أفسد على النصارى دينهم هو شاول أو بولس، يقال له شاول اليهودي، ثم بعد ذلك تسمى ببولس وادعى أنه صار مسيحيا، يعني اتبع عيسى عليه الصلاة والسلام، وإلا في الأصل كان هذا شاول يهوديا، وكان حربا على الحواريين يؤذيهم ويعذبهم ويطردهم من البلاد. ثم فجأة جاء شاول هذا وقال: جاءني المسيح وطلب مني، أو عاتبني على ما أفعل، ثم طلب مني أن أكون رسولا إلى الناس، كذبا وزورا. هذا اليهودي الذي أفسد على النصارى دينهم. لاحظوا أعزائي أن الشيخ يقول أن شاول أو الرسول بولس هو الذي أفسد دين النصارى، ويستمر ويقول أنه شخص يهودي. يا أيها الشيخ، ألا تعرف أن كل تلاميذ المسيح كانوا يهود، وأن يسوع المسيح نفسه هو من نسل داود حسب الجسد، لكنه ابن الله حسب روح القيام، روح القداسة بالقيام بين الأموات؟ ألا تعرف هذا الشيء يا أيها الشيخ؟ لماذا تستمر وتقول أنه يهوديا؟ كل تلاميذ المسيح كانوا يهود. واحد. اثنين، الشيخ يقول أن الرسول بولس كذب وقال أن المسيح هو الذي أرسله، مع العلم أن المسيح لم يرسله. طيب عسى، لاحظوا ما هو مكتوب في الكتب المقدسة. في كتاب أعمال الرسل الذي كتبه لوقا الحبيب، لوقا الطبيب، يتكلم عن الذي حدث للرسول بولس ويقول: وعندما سقطنا كلنا على الأرض، سمعت صوتا يكلمني باللسان العبري قائلا: شاول شاول لماذا تطهرني؟ إنه صعب عليك أن ترفس المناخس. وأنا قلت: من أنت يا رب؟ وهو قال: أنا يسوع الذي تطهره، ولكن قم وقف على قدميك، إني ظهرت لك لهذا القصد، أن أجعلك خادما وشاهدا على الأشياء التي رأيت، على تلك الأشياء سوف أظهر لك فيها، منقذ إياك من الشعب ومن الأمم الذين أرسلك الآن إليهم. إذن يا أيها الشيخ، الحقيقة هي أن يسوع المسيح هو الذي ظهر لرسول بولس، وأنه أيضا أرسله وقاله: أنا أرسلك إلى الأمم وأجعلك خادما وشاهدا على الأشياء التي رأيتها، وعلى تلك الأشياء سوف أظهر لك فيها. وإن كنت قد قرأت الكتاب المقدس لكنت عرفت أن هناك خادم كان موجود في دمشق اسمه حنانيا، ويسوع المسيح ظهر لحنانيا وقال له: اذهب إلى بولس وصلي من أجلي حتى تفتح عينيه. فعيب عليك يا الشيخ أن تقول أشياء غير صحيحة، عيب هذا الشيء. طيب عسل، نستمر في المقطع الثاني. ثم بعد ذلك ادعى أن عيسى ابن الله، وجعل نفسه هو الرسول بدل عيسى، فرفع عيسى إلى مرتبة الألوهية وادعى أنه هو الرسول، وتسمى ببولس الرسول، وصارت له أوامر ونواهي وأحكام يصدرها على الناس، وأنهى دور الحواريين. لاحظوا أعزائي، الشيخ يقول أن الرسول بولس هو الذي أله يسوع المسيح وادعى أنه ابن الله، مع أن المسيح لم يدعي أنه ابن الله، وهو الذي رفع نفسه إلى مرتبة رسول، وهو الذي أنهى دور الحواريين. طيب نبدأ بالأولى، قال أن الرسول بولس هو الذي أله يسوع المسيح ودعاه ابن الله. لنرى هذا الكلام، إن كان هذا الكلام صحيح أم لا. في إنجيل يوحنا والإصحاح التاسع مكتوب:
وسمع يسوع أنهم طردوه خارجا، وعندما وجده قال له: أتؤمن بابن الله؟ فأجاب قال له: من هو يا رب حتى أؤمن به؟ فقال له يسوع: أنت قد رأيته، والذي يتكلم معك هو. إذن يا الشيخ، عيب عليك أن تكذب وتقول أن يسوع المسيح لم يقل أنه ابن الله. إثبات آخر: إنجيل يوحنا الإصحاح 10 يقول يسوع المسيح: أنا وأبي واحد. ويقول: أفتقولون عن الذي قد قدسه الآب وأرسله إلى العالم أن تجدف لأني قلت إنني ابن الله؟ فعيب عليك يا الشيخ أن تكذب على الناس وتخدعهم، لكن نحن بقوة يسوع المسيح نفضح كذبك أمام جميع الناس، أمام جميع الناس. وقال أيضا أن الرسول بولس هو الذي رفع مرتبته وأعطى نفسه الرسولية، وضحنا بالدليل والبرهان أن هذا الكلام كذب، وأن يسوع المسيح هو الذي قال للرسول بولس: أنا أجعلك رسولا، مثل ما عرضنا عليكم. وبعد هذا قال الشيخ النقطة الثالثة، قال أن الرسول بولس أنهى دور الحواريون. انظروا أعزائي أن هذا الكلام أيضا كذب، هذا الكلام أعزائي أيضا كذب. انظروا ما هو مكتوب، يقول: ولكن بالعكس، عندما رأوا أن إنجيل عدم الختان قد أتمن إلي كما إنجيل الختان لبطرس، لأن الذي كان يعمل في بطرس بفعالية أسلوب الختان اليهود هو نفسه كان قادرا في اتجاه الأمم. وعندما أدرك يعقوب وبطرس ويوحنا الذين بدوا أنهم أعمدة النعمة التي أعطيت إلي، مدوا لي ولبرنابا أيديهم اليمنى إشارة إلى المشاركة، لكي نذهب نحن إلى الأمم وهم إلى الختان. أي أن يعقوب وبطرس ويوحنا يذهبوا إلى اليهود ويبشرهم بيسوع المسيح، وبولس وبرنابا يذهبوا إلى الأمم. هل ترى يا شيخ كيف أنك لا تعرف الكتب المقدسة، وأنك تكذب وتخدع الناس بكلامك وتهمهم؟ لكننا لك بالمرصاد يا شيخ بقوة يسوع المسيح. نكمل. وكان هذا شاول متكلما نشيطا ذا سلطة ممكنا، فلذلك تأثر الناس به وقالوا بمقولته، حتى إنك لا تكاد تجد نصرانيا اليوم إلا هو يقول إن الله ثالث ثلاثة، سواء قالوا إن الثلاثة الله وعيسى ومريم أو الله وعيسى وروح القدس، لكن كلهم يقولون بالتثليث تقريبا. أولا يا الشيخ، الرسول بولس أخذ سلطانا من رئيس الكهنة وذهب من أورشليم إلى دمشق، إذن هو لم يكن له السلطان، لكن طلب الرخصة من رئيس الكهنة لكي يذهب إلى دمشق. واحد. اثنين، مكتوب أن الرسول بولس يقول أنه لا يستحق أن يدعى رسولا لأنه اضطهد الكنيسة. ثالثا، تعذب في حياته عذاب رهيب جدا وضايقوه اليهود بطريقة تفوق العقل، وكم مرة أرادوا أن يقتلوه. ومكتوب أيضا، إن كنت تعرف الكتب يا أيها الشيخ، أن كان هناك 40 رجل حبسوا أنفسهم تحت لعنة أنهم لن يأكلوا ولن يشربوا حتى يكونوا قد قتلوا رسول بولس. فهو تعذب وضرب كثيرا وجلد كثيرا. فما تقول يا الشيخ كله وهم في وهم. ثانيا، بالنسبة للثالوث، ألا تقرأ الكتب يا الشيخ؟ ألا تعرف أن يسوع المسيح هو الذي ذكر الثالوث مثلا في متى والإصحاح 28 عندما يقول: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وغطسوهم في اسم الآب والابن والروح القدس؟ كيف تخدع الناس وتقول أن الثالوث هو شيء من ابتكار الرسول بولس؟ هذا كذب يا الشيخ، الثالوث موجود في كتب التوراة والأنبياء والإنجيل، الثالوث موجود في كل الكتب المقدسة يا الشيخ، كما أن ابن الله موجود أيضا في كتب التوراة والأنبياء والمزامير والإنجيل. إذا مثلا وقرأ المزمور الثاني حيث يقول: أنت ابني أنا اليوم ولدتك.
وفي كتاب إشعياء الإصحاح التاسع حيث يقول: لقد ولد لنا ولد واعطينا ابنا ويدعى اسمه عجيبا مشيرا الاله القدير ابو الابديه رئيس السلام. لكنك يا شيخ لا تعرف الكتب، لذلك تتهم الرسول بولس باشياء ولم يفعلها. الثالوث ثابت يا ايها الشيخ في الكتب المقدسه. الوهيه المسيح ثابته يا ايها الشيخ في الكتب المقدسه، فعيب عليك ان تكذب على الناس. المقطع الاخير، هذا اليهودي هو الذي افسد عليهم دينهم وهو شاول كما قلنا. فالله جل وعلا يقول لعيسى عليه الصلاة والسلام: أأنت قلت للناس هذا الأمر؟ والله يعلم أن عيسى ما قال شيئا من ذلك، وإنما هي دعوة هذا اليهودي، وإنما أراد الله تبارك وتعالى أن يوبخ النصارى ويقرعهم ويظهر كذبهم على عيسى عليه الصلاة والسلام حين ادعوا أنه ادعى الألوهية والعياذ بالله. فهذا من التوبيخ والتقريع لهم من الله جل وعلا، ولكن أراد أن يشهد عليهم عيسى الذي ادعوا فيه الألوهية أو ادعوا أنه يقول إنه ثالث ثلاثة مع الله جل وعلا. أعزائي، لقد وضحنا لكم بطريقة قريبة جدا أن كل ما يقوله الشيخ هو كذب في كذب. الثالوث ثابت في الكتاب المقدس، الهوية المسيح ثابتة في كتب التوراة والأنبياء والإنجيل. يسوع المسيح هو الذي أرسل الرسول بولس كما هو مدون في الكتب المقدسة. وبالنسبة لما قاله الرسول، ما قاله الشيخ عن موضوع أنت قلت للناس، نعم هو الذي قال أنه ابن الله مثل ما قرأنا. ولكن يا شيخ سؤال، مكتوب في قرآنك: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. من هم الذين قالوا اتخذ الرحمن ولدا؟ المشكلة يا شيخ أنك لا تعرف أن القرآن لا يفهم بماذا نؤمن نحن، أي يعتقد أننا نؤمن أن الله له ولد وله صاحبة أنجب هذا الولد منها، وأن القرآن يعتقد أننا نؤمن أن الثالوث هو مريم، الله وعيسى ومريم، وهذا وهم في وهم، لأن مريم تتكلم وتقول أنا خادمة الرب في إنجيل لوقا صح الأول. فيا الشيخ، القرآن لا يعرف أبدا بماذا نؤمن نحن، وهو متوهم جدا جدا ويكذب على الناس مثل ما تفعل أنت يا أيها الشيخ. فعلم عليك يا الشيخ، توب توب وصدق الإنجيل، صدق ما هو مكتوب في كتب التوراة والأنبياء والمزامير، مزامير داود وكتب الإنجيل. عيب عليك يا الشيخ، ونحن قد وضحنا كذبك أمام جميع الناس، ويسوع المسيح هو المنتصر دائما. يسوع المسيح هو ملك الملوك وهو رب الأرباب وهو المنتصر دائما. تحياتي.